السلام عليكم. في هذه الفقرة غندير بعض الخاصية ديال المجموع حول المجموع وجودها صمت كيعطيك سيجما من كا كتساوي واحد تا ان تا ا. حيتاش كتقرا هاد كتقرا زعما كاين هي سون دو ا، يعني سون دي نومبر دو ا، يعني مجموع، يعني كتقرا المجموع يعني سون. وكاين عندك رمز اخر يعني هو من كم كتساوي واحد حتى الان تاع ا، هذا كيتسمى برودوي، يعني جوداء. برودوي يعني جوداء. المهم هذا كيتسمى هذا الرمز، هذا الرمز كيتسمى سون دي نومبر، مجموعة يعني مجموع اعداد مثلا اكا. هنا كيعطيك هنا كيعطيك اكا، زعما كا هي اللي كتغير، ما تكون ا واحد ا جوج ا ثلاثة حتى طيح حد دابا، هادي كتسمى سون سون دي نومبر دو ا. دو نومبر دو ا، ا واحد ا اثنان الى اخره توصل ا ان. انا غنشرح لكم ليه لحقا، شوف معايا تكون معايا فهاد تكون معايا، انا غنكتب لكم لحقا سيجما من كا كتساوي واحد حتى الان تاع ا راه هي ا اس ا، تاع ا ك راه هي ا واحد زائد ا جوج زائد الى اخره زائد ا ان. وهذا البرودو هذا الرمز هذا اللي كاين عمره ما شافو فيكم، من كا كيساوي واحد حتى الان تاع ا ك راه كيساوي سانتويل كيساوي ا واحد في ا جوج في ا ثلاثة في الى اخره في ا ان. هذا اش كيتسمى؟ كيتسمى برودوي يعني جوداء. شوف برودوي دي نومبر برودوي اي برودوي دي نومبر أ واحد أ اثنان إلى آخره أ ان. لحد دابا تما كنكونو فاهمين فهاد الشيء. دابا غندوزو لبعض الخاصيات كتعلق بالمجموع وبالجودة. صوت شوية، الخاصية الأولى كتكون عندك سيجما من كا كتساوي واحد تا ان، مثلا تا كا كا أوس ان، شحال كتساوي هادي؟ تعكا غنديرو تعكا عوض كأس إن غنديرو، سمحوا لي تعكا شنو كتساوي؟ راه كتساوي إن عامل واحد عامل إن زائد واحد على جوج. فهمتوا؟ دابا غندوزو لبعض الخاصية تاع هاد لي قلت ليكم. مثلا الخاصية الأولى هي سيجما كان كتساوي واحد تا إن تعكا، أش كتساوي هي إن فاكتور دو ان بلس ان سير دو. كيفاش عرفنا هاد؟ هاد سيجما ديال كا، سيجما من كا كتساوي واحد حتى ان راه هي تا كا راه هي واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد الى اخره زائد ان. كا كتغير من واحد حتى ان، هاي كا كتبدل من واحد حتى ان. سيجما هي المجموع واحد زائد جوج، لو كان كانت هنا ان ناقص واحد كنت غدير هنا ان ناقص واحد، لو كان كانت كا بدير زيرو كنت غدير حتى بزيرو. جامعي. مهم هذه الخاصية الأولى. دابا ندوز دابا الخاصية الثانية. الخاصية الثانية هي سيجما كا كتساوي واحد تا ان، عفوا كا كتساوي بحيث تا ان تا ا، بحيث ا عدد حقيقي، اش كتساوي بحيث ا عدد ينتمي إلى ا، كتساوي ا فاكتور دو ان ناقص بي زائد واحد. ها الخاصية الثانية. دابا نمشيو للخاصية التالتة. شنو عندك؟ سيجما من كا كتساوي واحد تا ان تا كا و كا كتساوي خط كسري طبعا الحكي في المقام تاع ستة، ان عامل ان زائد واحد عامل جوج ان زائد واحد. هاي الخاصية التانية.
دابا غنمشيو للسيجما من كا كتساوي زيرو حتى الان تاع كا اس ان اش كتساوي؟ برهنا عليه بويا الخاصيه، برهنا عليه بويا، برهنا عليه في الفيديو، في الفيديو، في الفيديو السابق تاع الترجع، مورا برهنا عليه في الفيديو السابق تاع الترجع، اللي بغى يشوفها غيشوفها، هذا برهنا عليه في الفيديو السابق تاع الترجع، اش كتساوي هذا؟ كتساوي واحد ناقص كا قس كا أس إن زائد واحد على واحد ناقص كا، بحيث كا تخالف واحد، المقام خصو يكون يساوي واحد، شرط المقام، متفقين، دابا غندوز عاوتاني سي، دابا غندوزو قضية أخرى، دابا مثلا سيغما من كا كتساوي زيرو، شوفوا، من كا كتساوي بي، بي حتى الآن. تاع U تاع U كا زائد واحد ناقص U كا هذه شحال كتساوي هي U هي U N زائد واحد أنا أشرح لكم ناقص U P أنا أشرح لكم هذه هي شوف دابا هذه أنا أشرح لكم هذه دابا السيغما مثلا من كا كتساوي بي حتى الان تاع او كا زائد واحد ناقص او كا اش كتساوي هاد هي او بي زائد واحد ناقص او بي تبقي لحد دابا عوضتك عوضت بي عوضتك عوضت بي زائد كا غتعوض دابا بي زائد واحد زائد او بي زائد واحد زائد واحد هي زائد جوج ناقص بي بي زائد واحد زائد دابا كا غنعوضو ببي زائد جوج يعني تولي او بي زائد جوج ناقص سمحوا لي او بي زائد جوج ناقص او بي زائد واحد متفقين حدا معايا فين متفقين معايا حدا فين متفقين معايا دابا كا غتعوضها ببي سمحوا لي شوف تفضلوا هنا عوضنا كا عوضنا ببي زائد واحد هاي كا عوضنا ببي زائد واحد هاي كا دابا هنا كا عوضنا ببي هنا كا شوف كاين عندك كا غتعوض ببي يعني بي زائد واحد كا غتعوض ببي زائد واحد هنا كا غتعوض ببي زائد جوج يعني غتقي بي زائد ثلاثة بي زائد اثنان سمحوا لي شوف هاي كا عوض ببي زائد جوج بي زائد جوج زائد واحد هي بي زائد ثلاثة هاي ناقص بي زائد جوج زائد عاوتاني إلى آخره حتى نوصلو زائداش هاد كا غتعوضها بإن يعني أو إن زائد واحد ناقص أو إن متفقين حدا فين متفقين وتصاتو دابا مزيان دابا تصاتو دابا مزيان دابا كي كتلاحظو نختزل دابا جاو الإختزال إي بي زائد واحد غتختزل مع إي بي ناقص واحد لاقاش يدير ناقص إن أو بي زائد جوج غتختزل مع هاد هذا عاوتاني غتختزل واحد اللعيبه مع واحد اي بي زائد 3 كاين هنا شكون ناقص اي بي زائد 3 كاين هنا هاد الان اش تكون اش تكون اش تكون هنا اش تكون هنا غتكون كيخلي غتكون تصنتو ليا غتكون من راح تكون كي ان غتكون او ان او ان ناقص او ان ناقص واحد لحقاش عاودتي ان ان ناقص واحد لحقاش عاودتي هنا كعاودتي ان ناقص واحد اش تولي غتولي او ك او ان ناقص واحد زائد واحد اللي هي او ان كا عوضناها ب ان ناقص واحد هاد او ان تاهي غتختزل مع او ان هاد او ان ناقص واحد تاهي غتختزل واحد واحد او ان ناقص واحد كيقبل منها في الاخر شحال غتبقى لك غتبقى لك او ان زائد واحد مكتوبة هاي او ان زائد واحد هاي ناقص او بي هاد الفقرة مهمة بالنسبة لصحاب العلوم التجريبية نعاود نشرح لكم هذا كا عوضو مرة بي بي زائد واحد كا مرة تانية بي زائد واحد كا غدو كتغير من بي حتى بي حتى الان يعني كا غتكون بي زائد واحد بي زائد جوج بي زائد ثلاثة بي زائد ربعة بي زائد خمسة تا توصل لان تا غتوصل لان هاي بي زائد واحد بي زائد جوج بي زائد ثلاثة بي زائد ربعة بي زائد خمسة غادي توصل لان توصل ان زائد واحد متفقين هادي الساعة غتبقى تختزل هادي الساعة غتبقى تختزل علاش اختزلنا او ان زائد او ان لاقاش قبل منها
كاين ان ناقص ان ناقص واحد، ذلك بوضع هكا هي ان ناقص واحد. تافت من واحد. دابا هادشي يكون واضح، هادو خاصيات. دابا نمسح هادي نكمل ندوز لكم الخاصيات اخرين. دابا نمسح هادي باش ندوز لكم خاصيات اخرين. المهم دابا غندوز لكم خاصيات اخرين، فهمتوا ليا؟ دابا غندوز لكم خاصيات اخرين. دابا كيتعلق خاصية بالوداع، كيعطيك جوج فوا، كيعطيك من كا كتساوي واحد حتى الان تاع مثلا من كا كتساوي سمحوا لي، من كا كتساوي مثلا بي مثلا. مثلا تاع هي ا اس ان ناقص بي زائد واحد. حقاش في بحال كتقول في، فعندك ا الى اخره. ا على اس هذه الحدود هي ان ناقص بي زائد واحد. اس يعني كا و ا يعني هنا كتكون ان مره، هنا عوض ان مره، غادي ان ناقص بي زائد واحد. ان ناقص بي زائد واحد مره اللي هي ا اس ان ناقص بي زائد واحد. بحال قريت في الكوليج ا الى اخره ا ان مره ان مره هي اوس ان، ولكن دابا ما عندكمش ان مره، عوض ان مره عندكم ان ناقص بي زائد واحد. هنا قولوا لي هذه القاعده، هاي هي ان ناقص بي زائد واحد. جاب علاش؟ علاش نشرح لكم؟ هي ا هي ا كتنطلق من كتغير من كا، كتغير من بي حتى الان، يعني كتكون بي يعني كنطلق من يعني ا. شوف ا بحال كنقول ا كدار على حساب هذا العدد ديال بي، ها ا بي في ا بي واحد، ها ا بي زائد جوج، ها ا كدار بي زائد ثلاثة، ها ا كدار ان مرة. بحال كتقول كا كتبدا من بي حتى الان. شوف دابا ا بحال كتقول سيجما من كا كتساوي واحد حتى الان مثلا، عطيك مثال ا المرة الأولى، ا المرة الثانية، ا المرة الثالثة، ا المرة الرابعة، كتوصل حتى كتوصل ان. هادشي اللي قالك سيجما من كا كتساوي بي حتى لهادي تاع ا، يعني ا كتبدل على حساب هاد الحدود، يعني ا كتبدل من بي حتى لان. تابعين هاد الفادي، تابعين. نتمناو لحد دابا هادشي يكون واضح، نتمناو لحد دابا هادشي يكون واضح. عاقلوا هادو خاصيات يكونوا حاضرين، تابعين. دابا نكملو ندوزو لخاصيات اخرين. دابا عطاك برودوي من كا كتساوي واحد حتى الان تاع كا، راه كتساوي هي ان فاكتوريال، هي ان عامل. علاش؟ حقاش هادي بحال كتقول هي واحد في جوج في ثلاثة الى اخره في ان ان. نتسناو سمحوا لي دابا هادي هادي علاش انا نحاول نبرهن لكم هنا. نمسح هاد الصفور باش نبرهن، نحاول نمسح هادي باش نحاول نبرهن لكم هنا. نمسح هاد الصفور باش نحاول نبرهن لكم هنا. هادي شحال هادي هي برودوي من كا كتساوي واحد حتى الان تاع كا كتساوي واحد في جوج الى اخره في ان. واش بقيت لك العاب دار ديال التعداد دابا نبغون قريتو بلي ان في ان ناقص واحد الى اخره في واحد راه هي ان فاكتوريال، وهذه راه هي هذه فقط، هذه المقلوب تاعي. حقاش قبل من ان راه كاين ان ناقص واحد. لاحظوا معايا هذه واش هي المقلوب تاعي ولا لا؟ هي، وهذه بما انها كتساوي ان فاكتوريال قالوا هذه غتكون كتساوي ان فاكتوريال. تافقين حتى دابا في هذه، تافقين حتى دابا في هذه بعدا كذا، تافقين. دابا غندوزو خاصية أخرى حول كتعلق حول هذا المدى. عطاك دابا برودوي خط كسري أ سمحوا لي أو كا زائد واحد على أو كا من كا كتساوي بي حتى الإن.
هي تالية U P زائد و U N سمحوا لي U N زائد واحد على U P. أنا نبرر لكم دابا لكم واحد التعليق تنط المهم راه يتأكد من العلاقة راه يتأكد من هذه بعدا كي غادي كيتأكد من هذه باش نقول لكم علاقة تنط وأنا نبرر لكم دابا عليها ركز معايا مزيان دابا دابا نكتب هذه الحالة هي U هي U هي U P زائد واحد على U P في U P زائد جوج على U P كا كتغير عاوتاني في U P زائد تلاتة على U P زائد جوج دابا P صنتو ليا كي قلت لكم دابا P كتعطيها P زائد واحد هنا عطينا P هاي كعطينا P هنا كعطينا P زائد واحد هنا كعطينا P زائد جوج P زائد جوج زائد هاد واحد هي P زائد تلاتة كا غنعطيو P زائد تلاتة هي P زائد ربعة على U P زائد تلاتة إلى آخره في U كما نعطيو N كا غنعطيو N هذه شحال جينا هنا كما نعطيو N غتجينا هنا U N زائد واحد شوفوا طبيعتها إلى آخره في U N زائد واحد على U N على U N شحال N حدا الفعل شوف كي كطلع هذه غتختزل مع هاد وهاد مع هاد وهاد مع هاد وهاد واحد واحد العملية كاينة تحت واش قبل من هاد قبل من لا كاين U N على U N ناقص واحد عطاو كعطاو N ناقص واحد N ناقص واحد زائد واحد هي N هاي وهادي تانية راه غتختزل واحد واحد لعيبة كاينة فوق منها وهادي اللي كاينة في البسط غتختزل مع اللي كاينة في المقام ركزوا معايا نعاود نعاود نفسر لكم بالدقيقة دابا العقل دابا هادي هاي البرودوي ديال كا هي ان على مين المهم انا نفسر لكم بالديتاي شكون عندكم اي بي زائد واحد على اي بي هاي اي بي زائد واحد على اي بي في اي بي زائد جوج على اي بي زائد واحد في اي بي زائد ثلاثة على اي بي زائد جوج غنبقى الى اخره في اي ان زائد واحد على اي ان ركزوا معايا هاد اي بي زائد واحد غتختزل من هاد هادي تاهي غتختزل واحد اللعيبة كاينة تحتها هادي تاهي غتختزل واحد اي ان كاينة الفوق اذا شتبقى اي ان زائد واحد على اي بي هاي اي ان زائد واحد على اي بي نتمنوا في هاد الفيديو يكون تكونوا استفدتوا معنا في هاد الخاصيات المهم دابا غنكتبهم لكم دابا غنكتبهم لكم بصفة عامة نشرح لكم غنخدم لكم بصفة عامة هاي الخاصية الأولى تاع برودوي هي هاي عاوتاني برودوي من كا من ان كا كتساوي واحد تاع كا هي ان فاكتوريال المهم الخاصية اللي كتبت الخاصية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة ها السابعة ها الجامعة ثمانية الخاصيات كاينين كاينين واحد جوج ثلاثة كاينين ثلاثة ديال البرودوي يعني لي جودة وكاينين خمسة ديال المجموع خمسة الخاصيات الخاصية اللي كتبت لكم دابا راه مهم من الخاصية اللي كتبت لكم دابا مهم تحليو معاهم مهم قد اكتفينا من هاد الحصة هادي المهم الحصة الجاية غندوزو غندوزو المصادر الحصة الجاية غندوزو المقاريع مصادر التقارب يعني لي كريتير دو كونفيرجونس في الحصة المقبلة ان شاء الله.